السلام عليكم البنات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين، اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي تكون احوالكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله رجعت معكم بواحد الفيديو جديد، غنشارك معكم المشتريات ديالي من اكسيون. ولكن هاد المشتريات البنات راه ماشي شريتهم في نهار واحد او لا شريتهم كاملين مع بعض في واحد الوقت واحد، لا. كيف ما قلت لكم في فيديو سابق ان اكسيون ملي كتمشي له قليل فين كتلقى مع شي حاجه ولا كتصادف مع شي حاجه. مهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحويجات اللي شريت. كيف ما قلت لكم كل مره كنمشي كنلقى حاجه كناخذها، وملي يعني جمعت كميه كبيره من الحويجات وهذا بغيت نشارككم معكم. مهم اليوم البنات كل شيء في الذهبي، هذا الفيديو هذا اللي غنشارك معكم كل شيء المشتريات كانوا في الذهبي، اللي كما كتعرفوا الذهبي دابا دارج على الموضه. مهم صافي نبداو الفيديو بلا ما نطول عليكم، وفرجه ممتعه. ما تنساوش البنات الا عجبكم الفيديو ديروا لايك. اول حاجه البنات غنشارك معكم هي هاد العيبه هذه بحال هكذا كما كتشوفوا، هذه كانوا فيها الوانات كتارين. عجبني فيها هاد اللون هذا اللي فيه الذهبي والباج، وعجبني هاد الغوز هذا، جوج بهم يعني صراحه مزيونين. وعجبني الديكور ديالها، كتجي هكذا ديكور ولا مهم. هذه خديتها ب 4 الاورو و95. مهم كدير الموسيقى كما كتسمعوا كتدوروا هنايا هاد البلاصه وكتبقى تدير الموسيقى، صراحه زوينه. حتى اللوينات اللي فيها عجبوني. حاجه اخرى اللي خديتها البنات هي هاد العيبه هذه، جات على هاد الشكل هذا. المهم نتوما كتقدروا ديروا في وسط منها شمعه بحال هكذا، شميعه وتشعلوها كيبقى يبان بحال الديكور غزال فيها، اولا تقدروا ديروا فيها هذوك الديوان ليد نتوما عرفتوهم، جات على هاد الشكل. هذه البنات كنظن خديتها باورو و85 سنتيم نتوما كتشوفوا. هذه حتى هي من جديد اكسيون، كتجي على هاد الشكل هذا، لعملتو فيها شميعة او لا الديوان اللي قلت لكم. مهم هادي. حاجة اخرى اللي خديت هي هاد بحال القنديل بحال، مهم على هاد الشكل هذا كما كتشوف، زويون حتى هو عجبني. كانوا فيه جوج الالوان، كان فيه الاسود وكان فيه هاد الذهبي هذا، انا عجبني الذهبي صافي خديت غير واحد، خديت غير هذا. هذا البنات خديته 4 الاورو شي حاجه، واش 4 الاورو 90 ولا مهم 4 الاورو شي حاجه. المهم الاثمنه انا ما عقلاش عليهم بالضبط، الاثمنه يعني ما عقلاش عليهم بالضبط، ولكن مهم غادي نقول لكم تقريبا شحال الثمن ديالهم. وحاجه اخرى البنات اللي خديت هما هاد السليلات هادو اللي كيجيو على هاد الشكل هذا، حتى هما عجبوني وجا فيهم هاد الذهبي والاسود جاو فنيونين. هذه البنات خديتها باورو و50 او لا اورو 59، هذا هو الثمن ديالهم. عجبتني، خديت منها جويجات، خديت هاد الحجم هذا وخديت هاد الكبيره هذه ديالها، كتجي هكذا على هاد الشكل كما كتشوفوا، عجبوني بجوج بيهم يعني الديكور ديالهم زويون. هاد الكبيره كنظن واقيلا 4 الاورو كنظن، ما عقلتش بالضبط، ولكن مهم في هاد ماسومينوس يعني تقريبا 4 الاورو. مهم كيجيو جويجات انتم شفتوا معايا على هاد الشكل. حاجه اخرى اللي خديت هي هادي ديال الشموع، حتى هي انتم كتشوفوا جات على هاد الشكل هذا، صراحه عجبتني زويونه حتى هي، وكيف ما شفتوا في الذهبي وفي هذا اللون هذا الزيتي هذا، كيجيو على هذا الشكل. كانوا فيها ثلاثه الالوان، ها نتوما شفتوا البنات كان فيها هذا اللون وهذا وهذا، انا عجبني هذا خديته. هذه خديتها وقيلة اورو 80 كنظن اورو 80، ما عقلتش بالضبط ولكن تقريبا اورو 80. مهم حاجه اخرى اللي خديت هي هذه العيبه هذه اللي كتجي على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا تقدروا ديروا فيها تصويرات ديالكم ولا اي حاجه، بالنسبه لي انا ما غاديش ندير تصويرات، مهم نقدر نخلي هاد لي فوتو هادو، نقدر ندير شي نخرج امبريمي شي تصويرات هكذا زويونين من انترنت ونعملهم فيهم كما شفتوا، كتجي على هاد الشكل عجبتني بزاف. هذه حتى هي وقيله كانت 5 الاورو. مهم حاجه اخرى اللي خديت حاجه اخرى البنات هو هاد الديكورات هادو كما كتشوفوا، هاد الكويسات هادو كيجيو فنين يا البنات، بلاتي نفتحهم معاكم كما كتشوفوا زويونين عجبوني بصراحه، مشيت شحال من مره باش نقدر نلقاهم. والو يا البنات نتوما الصوت
كيجيو على هذا الشكل هذا، انتم غتشوفوا كيجيو بحال هكذا، كيجيو هكذا كما كتشوفوا معايا، كيجيو جوج، واحد كيجي كبير واحد صغير، انتم كتشوفوا ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان. مهم كيجيو هكذا شفتوا، مهم كيجيو على هذا الشكل، كتجي وحده كبيره وحده صغيره شويه. كاين في هذا اللون هذا، ولقيت حتى اللون في النقري وفي الذهبي، كاينين جوج الالوان. انا عجبني هذا الذهبي بما انني خديت تقريبا كلشي الديكورات في الذهبي، عجبني هذا اللون وخديتهم. انتما كتشوفوا هادو خديتهم البنات بسبعه د الاورو شي حاجه، علينا 8 د الاورو. حاجه اخرى اللي خديت البنات في اللون الذهبي هما هاد الليد هادو، ما كيبانوش ذهبيين بزاف الحق. مهم هانتوما كتشوفوا كنظن كيبان فيهم شويه ذهبي، عجبوني حتى هما، يعني ما مضرورينش، يعني تقريبا ماشيين في لو تيم. هادو البنات كان والله ما عرفت الثمن، ما عقلتش بالضبط، ولكن ما غاليينش بزاف، يكونوا شي جوج الاورو، جوج الاورو 50 بحال هكذا. المهم هذا هو الثمن ديالهم تقريبا. حاجه اخرى اللي خديت البنات هي هاد الطبيصل هذا، او هاد العريش هذا، كيجي على هاد الشكل هذا، هذا عجبني حتى هو، يعني هذا ما تقدروا تقدموا فيه حتى شي حاجه طبعا، ولكن كيجي ديكور تقدروا تحطوا فيه هنا شي لعيبات شي شميعه، يجيو مزيونين يعني عجبني بزاف. هذا حتى هو البنات 4 د الاورو شي حاجه عليه 5 د الاورو، تقدروا تحطوا فيه مثلا هاد البولات هادو، حتى هما يجيو زوينين، يعني بزاف د الحوايج. هذا حتى هو زوين عجبني، قلت لكم الثمن ديالو. حاجه اخرى البنات اللي خديت هما هاد البلاطويات هادو اللي كيجيو على هاد الشكل البنات. مهم انا مدرقه هنايا على حساب المرآة، حيت هو كتجي فيه واحد المرآة في الداخل كتعكس الصوره ديالي. مهم انا درقته هكذا. هادو البنات رخاصين حتى هما، مهم الثمن ديالهم ما بين 2 الاورو 3 د الاورو. مهم انا كنقول لكم تقريبا الاثمنه تقريبا، يعني بالضبط ما بقيتش عاقله البنات، كي حيت قلت لكم انا يعني هاد الشيء شريته شحال هذه، كل مره كنشري حاجه حتى كملت هادشي اللي عندي. مهم كيجي على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، كتقدروا تنزلوه في المائده هكذا، تعملوا به ديكور هذا، اولا تقدروا تعلقوه هكا في الحائط، كيجي زويون حتى هو. مهم على هاد الشكل حتى هو فيه الذهبي كيف ما شفتوا معايا. حاجه اخرى اللي خديتها البنات هي هاد المرآة هذه، كتجي على هاد الشكل، كتجي كبيره شويه انتما كتشوفوا، يعني ماشي صغيره، عجبتني بزاف الديكور، كانوا موديلات اخرين كثارين، كنظن خديتها ب 8 د الاورو. انتما كتشوفوا مهم على بالنسبه لهاد الورقه، يعني انا عاملاها باش ما تعكسش الصوره ديالي كيف ما قلت لكم، جات زويونه عجبتني على هاد الشكل، فيها هاد البياسات هادو كيف ما كتشوفوا زويونين، الديكور ديالها حتى هي في الذهبي صافي. وحاجه اخرى البنات اللي خديت هما هاد الوريدات هادو اللي كيجيو على هاد الشكل هذا، خديت جوج كيف ما كتشوفوا معايا، عجبوني فني حتى هما، كانوا فيهم موديلات اخرين هادو، كنظن 2 د الاورو و50 الوحده كما كتشوفوا، عجبوني فني، كانوا موديلات كيف ما قلت لكم اخرين، وقيلا جوج موديلات اخرين هادو عجبوني. بغيت نديرهم مع المرايا، مهم حتى النهار نصايب لهم الديكور وغنشاركهم معكم طبعا. انتما كتشوفوا جاوا على هاد الشكل هذا، زوينين ورخاصين، الثمن ديالهم يعني كيتقاموا رخاصين. حاجه اخرى اللي خديتها البنات هي هاد لوبول هذا على هاد الشكل هذا، ما كتشوفوا حتى هو عجبني، جا في الذهبي. انا كلشي خديته ذهبي ذهبي ذهبي، عجبني والله الا كيجي في الديكور غزال، كيجي زويون. انتما كتشوفوا هذا خديته حتى هو قيلا ب 5 د الاورو، كيجي من هنا على هاد الشكل، انتما كتشوفوا يعني ليسو، ومن هنا من اللور كيجي هكذا على هاد الشكل هذا، الديكور ديالو غزال. هذا كتقدروا تعملوا فيه اي حاجه، هذا مهم تعملوا فيه كيف ما قلت لكم، هاد البولات هادو، هاد الليد، تعملوا فيه شميعات لداخل، تعملوا فيه مهم اي حاجه تقدروا تعملوا فيه فواكه، علاش لا تعملوا فيه، مهم تقدروا تقدموا فيه، ديروا التقديم او للديكور، جوج الحاجات. مهم هذا كيف ما قلت لكم البنات حتى هو 5 د الاورو. حاجه اخرى اللي خديت
مهم. حاجة أخرى هي هاد المحيبق هذا أو هاد ماسيطة كتجي على هاد الشكل هذا، عجبتني فنة هذه البنات. كنظن خديتها، هي ما شفتش هاد الشي فيها. مهم ماشي مشكل، هذه كنظن خديتها جوج الأورو، كنظن جوج الأورو أو لجوج الأورو شي حاجة، كتجي على هاد الشكل هذا شفتو، وحتى هي في الذهبي طبعا. حاجة أخرى اللي خديت وندمت علاش ما خديتش منها بزاف هي هادي حمقتني البنات فنة، ولكن مشيت ولقيت منهم، ماشي ما لقيتش منهم بزاف، لقيت منهم كانوا تما شي 8 د الحبات هكذاك، وهزيت منهم هزيت 6 د الحبات هكذاك صافي. وكنقول علاش غندير بيهم شحال هادي، وملي جيت للدار تندم معايا الحال، قلت يكفي غير وحده نديرها للديكور، ولكن جات لي فكره كجبت منهم زعما اكثر، وكانوا يصلحوا للتقديم هكا في المائده كيجيو فنين. مهم انتما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، هذه خديتها ب 3 الاورو انتما كتشوفوا فنيونه. مهم ما كتبش مره اخرى ان شاء الله. حاجه اخرى اللي خديت كنظن ما قبل الاخيره هما هادو، هاد البلاطويات البنات بلاتي وسمحوا لي، هادو كيجيو جوج. المهم انا عاد نقلبهم باش نوريهم لك كيف نوريهم لكم كيف كيبانوا. هاد البلاطويات هادو كيجيو على هاد الشكل نتوما كتشوفو، كنظن عرفتوهم كيصلحو هكذا، تقدروا تعملوهم للتقديم كيف ما تقدروا تعملوهم للديكور. هادو كنظن هادي خديتها بثلاثة الاورو شي حاجة، نتوما كتشوفو كتجي على هاد الشكل هذا فنيونة، خديت منهم جوج، وخديت الصغيرة ديالها بلاتي حتى هي نغلفة، وخديت الصغيرة ديالها اللي كتجي تاهي على هاد الشكل، كيجيو فنين البنات كيف ما قلت لكم، كيصلحو للتقديم والديكور كما كتشوفوا. مهم بالنسبه لهاد الورقه نتوما عرفتوا كيعكس المرآه كتعكس هذا ديالي. مهم على هاد الشكل، هادي كنظن خديتها بجوج الاورو شي حاجه اولا جوج الاورو، مهم بجوج بيهم نتوما كتشوفوا صافي. حاجه اخرى اللي خديت بلاتي نخوي فين النزله، حاجه اخرى اللي خديتها البنات هي هاد الحامله هادي اللي كتجي على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. درتها بمقلوب، هادي كتجي فنه، تقدروا تديكوريو بها، كتقدروا يا اما تعلقوها في الحائط اولا غير تحطوها هكذا فوق شي مائل فوق شي موبل هكذا في الدار، وتعملوا فيها الديكورات. كنظن انكم عرفتوها، كيجيو فيها ثلاثه ديال لي طاجير هادي وهاد الجوج هادو، ما عرفتش كيفاش ندير نوقفها باش نبينها لكم. مهم كتجي على هذا الشكل، حتى هي في الذهبي عجبتني. دابا البنات هاد الديكورات كاملين ما غاديش يبانوا مزيان، لان كلشي حدا بعضيته غيجي يبان داكشي بزاف زعما الذهبي بزاف، ولكن ملي غادي انت نقدهم هكذا في الدار كل حاجه غتجي في بلاصه، يعني ما غاديش يبان داكشي شارجي بزاف. مهم على هذا الشكل هذا كتجي، هادي خديتها وقيلة 10 الاورو البنات، ما عقلتش بالضبط، ولكن مهم في هاد الحدود هذا صافي. حاجه اخرى اللي خديت هي هذا، كنت كنقلب عليه في الصراحه بزاف، قلبت عليه، هو هاد لوكادر هذا البنات اللي يعني شحال من مره مشيت للاكسيون، انا كانوا كيعجبوني اصلا هادو. اللور عندهم كتعملوا هنايا الحجيرات نتوما كتشوفوا، كتعملوا هنايا الحجر صافي، وكيشعلوا هاد الشميعات هادو، كيشمعلوا هاد الشميعات هادو، كيبان لكم بحال الا شاعلين. المهم انتما كنظن انكم عرفتوه، وعجبني اللوينات اللي فيه، يعني تما جاو عاطين للذهبي ان شاء الله. قلت لكم البنات هاد الديكورات نهار غادي نقدهم في الدار غادي نشاركهم معكم طبعا صافي. هادشي اللي خديت من اكسيون كانوا هادو هما الديكورات. غنشارك معكم واحد الحاجه اخرى اللي خديت من السوق، لقيتها في اكسيون غاليه، خديت هاد المخدات هادو، خديت جوج كما كتشوفوا بحق هادو، خديتهم غير من السوق كما كتشوفوا، هادو اللي كتقدر تبدلهم خديتهم من السوق. في اكسيون كيديروا 5 الاورو الوحده، ولكن انا خديتهم من السوق 2 الاورو الوحده، ولكن في اكسيون كيكونوا عامرين. مهم خديتهم انا من السوق، عاملين ليهم 2 الاورو، كانوا في الالوان،
كان في هذا اللون وكان في النقري وفي بلو مارين يعني كان بزاف كانوا بزاف الالوان فيهم. عجبني انا غير هذا اللون هذا خديت منه وصراحه ندمت ما خديتش منه الوان اخرين. نتوما كتعرفوا السوق كتصادفوا الحاجه اليوم مره اخرى تقدروا ما تلقاوهاش. مهم هادو خديتهم بجوج الاورو كيف ما قلت لكم في اكسيون عاملين 5 الاورو. الفرق اللي بيناتهم في اكسيون يعني كيكونوا عامرين. بالنسبه لي انا عندي العماره باش غادي نعمرهم صافي خديت غير خديتهم هكذا صافي. هادشي اللي كاين مهم هادشي اللي كاين البنات هادشي اللي خديت اليوم انا شاركته معكم. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو البنات وكنتمنى تكونوا استفدتوا منه وعرفتوا الجديد اكسيون في الديكورات ومهم الاثمنه. كاين الناس اللي كيعجبهم بحال هاد الفيديوهات حتى انا كيعجبوني طبعا كنستافدوا منهم وكنعرفوا الجديد لان اكسيون اللي كتمشي له راه ماشي دائما كتلقى هادشي اللي وريت لكم. يعني هكذا كناخذوا فكره اكسيون شنو كيجيب باش نبقاو هكذا مره نمشيو ولا عجبتنا شي حاجه يعني نحضيوهم حتى يجيبوها ونشريوها كيف ما قلت لكم البليه البنات والله الا مهم البنات. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم. غادي نضرب لكم موعد قريب ان شاء الله في الفيديو الجاي. وبالنسبه للناس الجداد معنا في القناه اذا كنت اول مره كتشوفوا هذه القناه ما تنساوش البنات تشتركوا معنا في القناه هكذا غادي تنضموا للعائله ديالنا. وما تنساونيش البنات من لايكاتكم اللي كيدعموني كيف ما كنقول لكم دائما وكيحفزوني. صافي البنات هادشي اللي كاين بالنسبه لليوم. غادي نضرب لكم موعد قريب ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساوش البنات نتلاقاو في التعليقات لتحت عطيوني الاراء ديالكم في هادشي اللي شريت واش عجب شنو اللي عجبكم شنو اللي ما عجبكمش طبعا. مهم البنات نتلاقاو في الفيديو الجاي غادي نقول لكم السلام عليكم باي باي.